السلام عليكم، شلونكم يا ربع؟ خيو والله العظيم المقطع هذا يختلف عن كل المقاطع. أنا صار رايح 30 مرة على مياد مشان أبصم عليكم لكم، ما قاعد يبصمون. والحزم طالعين قرارا ما عنده كملك أو إذن عمل بدهم يسافرونه. طيب أنا إذا ما عند إذا قاعد أبصم ما يبصمون، شلون بدي أجيب إذن عمل؟ شوفوا لي هالحاوية هذه تنطيني إذن عمل، إذنها تنطيني إذن عمل مشان أعرف. تعال بالله عليك تعال شوف زين أقول تعال مشان شوف شلون أبد يا أخي أبد مشان الله أقعد يا أخي. تعال صور صور لي رجلين وشوف شوف بالله شوف هذا والله العظيم صار 30 مرة ما أخذه على أمنيات وما قاعد يبصمونه وأخذه على المشفى ما قاعد يعالجونه لأن ما عنده كملك. شوف اللي يدينه تفرج على يدينه والله العظيم إني موصل لمرحلة بربي راح أنهار أنهار يعني مقهور قهر شيء مو طبيعي قسما برب الكعبة يعني قهر الرجال يعني أخويا هذا لا يقدر يشتغل بمعمل لأنه إذا يشتغل ما يقدر يظل موقف كل نهار على رجلين ورجلين يطق دم وهنا بالحاويات ملاحقيننا حتى بالحاويات ما يخلونا نشتغل والله العظيم إني موقفة على كليتي بربي إني أريد أبيع كليتي مشان أرتاح وريح أخوي وعالجه قسما برب الكعبة قسما برب الكعبه خيوم مشان الله افتحوا لنا طريق على اوروبا يا اخي اريد اروح على اوروبا اريد اخذ هالانسان اعالجه قسما بالله العظيم قاعد يموت قدامي والله العظيم اني مصل لمرحله قهر الرجال يعني تعرفون شنو قهر الرجال.